الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية. صندوق النقد الدولي يأسف لتعثر تشكيل الحكومة اللبنانية ويحذر من التداعيات. ماكرون يعلن فرض حظر التجول بباريس ومدن أخرى اعتبارا من السبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا. الثالثة صباحاً، 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعماً لكافة المجالات التنموية، وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي. مشاهدينا الكرام، جاءنا بيان التالي: تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بقتل فتاة المعادي أثناء سرقة حقيبتها بالقوة بعد تحديد مكان اختبائهم، حيث تبلغ لقسم شرطة المعادي بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعي 86 وفتاة المعادي، حيث تبين وجود جثة تدعى مريم محمد علي تبلغ من العمر 24 سنة وهي موظفة بالبنك الأهلي ومقيمة بالمعادي، وكانت مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموي من الأذن وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم والأيدي. وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها وتحوي أدوات مكياج وحافظة جلدية بها أوراق المتوفاة وملابس رياضية، وعثر بجوارها على هاتفها المحمول. وبالفحص وبسؤال شاهد الواقعة أفاد بمشاهدة ميكروباص أبيض اللون يستقله شخصان قام المرافق للسائق بخطف حقيبة يد المجني عليها، وأثناء ذلك اصطدمت بالسيارة وسقطت أرضا وأصيبت وحدثت الوفاة. وقام مستقلو السيارة بالهروب من مكان الواقعة، ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة تمكن تحديد السيارة المستخدمة من الواقعة والتي تبين أنها غير واضحة الأرقام، ولكن تم التوصل لخط سيرها بمنطقة دار السلام، وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام بهدال 5922 وهي ملك المدعو محمد عبد العزيز محمد أمين وشهرته حماصة ومواليد عام 1969، وهو سائق ومقيم بمصر القديمة، وسابق ضبطه واتهامه في عدد من الاتهامات
وست اتهامات وآخرهم القضية رقم 9865 لعام 2012 قصر النيل سرقة، حيث تمكن التوصل أيضا أنه يقوم بإيجار السيارة لسائقين من بينهم سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام ويدعى وليد عبد الرحمن فكري، وهو شهرته وليد السويفي، وهو مواليد عام 1986 سائق ومقيم بإسطبل عنطر مصر القديمة، وتم ضبطه سابقا واتهامه في القضايا الآتية: القضية رقم 19768 لعام 2009 مصر القديمة مخدرات، والقضية رقم 7469 لعام 2008 الدقي مخدرات، والذي تبين من خلال التحريات قيامه بارتكاب الواقعة بمشاركة نجل خالته يدعى محمد أسامة ومحمد جلال وشهرته محمد الصغير مواليد عام 1987 ويعمل فرد أمن ومقيم بشارع الملكة كفرة هرمز بلاق الدقرور، والسابق اتهامه في القضايا التالية: القضية رقم 989 لعام 2016 العبور مخدرات، والقضية رقم 9305 لعام 2015 الهرم مخدرات، والقضية رقم 835 لعام 2010 بلاق الدقرور سلاح بدون ترخيص، حيث تم تقنين الإجراءات وضبط المذكورين وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب خطف الحقيبة باستخدام السيارة المضبوطة، ومن بينها الواقعة محل ضبطهما، حيث قررا حال سيرهما بمكان الواقعة شهدا المجني عليها وبحوزتها الحقيبة فاقتربا منها، وكانوا يقود السيارة الأول وقام الثاني بخطف الحقيبة من المجني عليها والتي قامت بالإمساك بها، حيث اصطدمت بالسيارة أثناء ذلك وسقطت أرضا وسحبت لمسافة مع السيارة أثناء فرارهما، وأضاف بقيامهما بأخذ متعلقاتها من أدوات المكياج واحتفاظ الأول بها بمسكنه وتخلصهم من الحقيبة بإلقائها بأحد الأماكن، وبإرشادهما تم ضبط المتعلقات المجني عليها، وجاري مناقشة المتهمين عن وقائع أخرى ارتكباها بذات الأسلوب، وجاري اتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة العامة. وإعادة لهذا البيان العاجل، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بقتل فتاة المعادي أثناء سرقة حقيبتها بالقوة بعد تحديد مكان اختبائهم، حيث تبلغ لقسم شرطة المعادي بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعي 86 والقناة المعادي، حيث تبين وجود جثة لسيدة تدعى مريم محمد علي وبالغة من العمر 24 عاماً، موظفة بالبنك الأهلي ومقيمة بالمعادي، مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموي من الأذن وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم والأيدي، وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوي أدوات مكياج وحافظة جلدية بها أوراق المتوفاة وملابس رياضية، وعثر بجوارها على هاتفها المحمول، وبالفحص وبسؤال شاهد الواقعة أفاد بمشاهدة ميكروباص أبيض اللون يستقله شخصان، قام المرافق للسائق بخطف حقيبة يد المجني عليها، وأثناء ذلك اصطدمت بالسيارة وسقطت أرضا وأصيبت وحدثت الوفاة، وقام مستقلو السيارة بالهروب من مكان الواقعة، ومن خلال تحريات وفحص كاميرات المراقبة تمكن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة والتي تبين أنها غير واضحة الأرقام، ولكن تم التوصل لخط سيرها بمنطقة دار السلام، وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام بهدال 5922 ملك للمدعو محمد عبد العزيز محمد أمين وشهرته حماصة مواليد عام 1969 سائق ومقيم بمصر القديمة، وسابق ضبطه واتهامه في عدد 6 اتهامات آخرهم القضية رقم 9865 لعام 2012 قصر النيل سرقة، حيث تمكن التوصل أنه يقوم بإيجار السيارة لسائقين من بينهم سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام يدعى وليد عبد الرحمن فكري عبد الرحمن وشهرته وليد السويفي مواليد عام 1986 سائق ومقيم بإسطبل عنطر مصر القديمة، وسابق ضبطه واتهامه في القضايا الآتية:
القضية رقم 19768 لعام 2009 مصر القديمة مخدرات، القضية رقم 7469 لعام 2008 الدقي مخدرات، والذي تبين من خلال التحريات قيامه وارتكابه الواقعة بمشاركة نجل خالته ويدعى محمد أسامة محمد جلال وشهرته محمد الصغير مواليد عام 1987 ويعمل فرد أمن ومقيم بشارع الملكة كفرة هرمز بولاق الدخرور، وسابق اتهامه في القضايا التالية: القضية رقم 989 لعام 2016 العبور مخدرات، القضية رقم 9305 لعام 2015 الهرم مخدرات، القضية رقم 835 لعام 2010 بولاق الدقرور سلاح بدون ترخيص، حيث تم تقنين الإجراءات وضبط المذكورين وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب خطف الحقيبة باستخدام السيارة المضبوطة، من بينها الواقعة محل ضبطهما، حيث قررا حال سيرهما بمكان الواقعة شهدا المجني عليها وبحوزتها الحقيبة، فاقتربا منها وكان يقود السيارة الأول وقام الثاني بخطف الحقيبة من المجني عليها والتي قامت بالإمساك بها، حيث اصطدمت بالسيارة أثناء ذلك وسقطت أرضا وسحبت لمسافة مع السيارة أثناء فرارهما. وأضافا بقيامهما بأخذ متعلقاتها من أدوات المكياج واحتفاظ الأول بها بمسكنه وتخلصهم من الحقيبة بإلقائها بأحد الأماكن، وبإرشادهما تم ضبط المتعلقات للمجني عليها وجاري مناقشة المتهمين عن وقائع أخرى ارتكبوها بذات الأسلوب وجاري اتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة العامة. وبعرض هذا البيان العاجل والقبض على متهمين حادثة المعادي ننهي معكم موجز الأخبار، شكرا لكم على حسن المتابعة.